جدد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح التزام دولة الكويت بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها كأولوية رئيسية بخطة التنمية وبرنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة. تصريح الوزير الصباح جاء خلال كلمته في الاجتماع الثالث رفيع المستوى للأمم المتحدة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية الذي يعقد في مدينة نيويورك. اليوم طبعا شاركنا في المداولات، وطبعا تم عرض تجربة وإنجازات دولة الكويت بهذا الخصوص، وعلى سبيل المثال ليس الحصر تكلمنا على دور دولة الكويت اللي قامت فيه بتقليل ملح الطعام من الخبز المستهلك، وأيضا عمل المسوحات في المدارس، وعمل أيضا دور في الحقيقة دور جمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة في توعية صحية شاملة. وطبعا تم تجديد الالتزام دولة الكويت للتصدي والوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية في برنامج في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.